انتم بتعرفوا بالنسبه للرجل الخصر السيركمفرنس تبعت الخصر لازم تكون اقل من 104، بالنسبه للست اقل من 84، لانه كمان توزيع الدهون اذا كانت حول الخصر كثير بتهدد، يعني هذا مؤشر لامراض، لانه بيكون في فيسر الفات يعني دهون حول الاعضاء الداخليه، وهيدا ممكن يهدد الانسان بعدين لامراض مزمنه مثل السكري وامراض القلب. وقديش كمان العضل بيفرق في شكل الملابس، يعني لما الوحدة تكون بتفكر يكون عندها عضل، ترى العضل مو لازم يكون زي الشاب يعني في باي او في سكت، لا بس هو انه يعطيك شيب حلو في السكيني جينز بيبين الرجل احلى شكلها، وفي اقمشه بتبين الجسم بطريقه وحشه، فلازم يكون عندك شيب حلو عشان تبرزي انوثتك وجسمك فيه بطريقه احلى. وجود العضل مثل ما قلنا بيعطي شيب حلو بدون ما يكون نافخ، انت بيساعدها توصل انه تنزل وزنها من الدهون، اللي هذا هو أهم شيء.